السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. تعالوا نعمل مع بعض النهارده تحلية لذيذة جدا جدا وبأقل التكاليف. هنعمل مهلبية وش فرن ومن غير نشا، وصفة لذيذة جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ في مقادير المهلبية اللي من غير نشا. معايا لتر لبن، نص كوباية دقيق، نص كوباية سكر، معلقتين كبار كريم شانتيه خام، ومكعب زبدة، ومعايا باكو فانيليا ورشة الملح. نجيب حلة وننزل فيها لتر لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل المقادير دي على لتر لبن، لو انت حابة تقسميها او تضعفيها زي ما تحبي. هنزل بالدقيق نص كوباية، السكر، معلقتين الكريم شانتيه، بيفرق جدا في طعم المهلبية، ورشة بسيطة ملح موجودة معانا في كل الحلو، وكعب الزبدة وباكل فانيليا. هنسيبهم شوية، نقلب دول كويس على البارد، كل المكونات كده نخلطها مع بعض كويس على البارد. نتأكد ان الدقيق والسكر والكريم شانتيه يدبوا كويس في اللبن قبل ما يحطوا على النار. كده اتأكدنا ان كل المكونات اختلطت مع اللبن كويس قبل ما نولع عليه. هنرفعه بقى على النار. يلا بينا. جينا عند النار اهو، ما نسيبوش بقى ونروح في اي مكان، لازم نقلب كده تقليب مستمر. نتعامل معاها زي المهلبيه العاديه جدا، ان احنا لو سيبناها ممكن تشيط او ممكن تكتل. معلقتين الكريم شانتيه بيدوها طعم جميل جدا، وكمان هنخلي الطعم ده اغنى بمكعب الزبده، بس هو اختياري يعني، ولو حابة تزود السكر كمان براحتك. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تغلي. المهلبية خدت قوام كريمي خالص اهي، بس لسه ما غليتش، لازم تغلي عشان الدقيق يستوي. نتعامل معاها زيها زي مهلبية النشا بالظبط. نص كوباية دقيق، كمية مظبوطة جدا مع لتر لبن. بدأت تغلي اهي، لازم نشوف الغليان كده. ننزل بقى بمكعب الزبدة، برضو مع التقليب المستمر. وباكل فانيليا، حطي باكل فانيليا اخر حاجة علشان ريحته ما تروحش وما يمررش معانا في الوصفة. كده الزبدة ساحت وحطينا الفانيليا، وتأكد ان الخليط كله غلي مع بعضه. يلا بقى نقدمه. وهي سخنة كده لازم نفضيها في البلاط عشان ما تعملش وش. نجيب بقى البلاط اللي هتدخل الفرن او طواجن فخار الموجود عندك يعني. دي الميزة لما تفضها سخن، بتاخد شكل البول.
ريحه الفانيليا والزبده مخلينها ريحتها جميله جدا وطعمها كمان هيبقى جميل. فضينا كل كميه المهلبيه معانا اهو عشان نعمل لها بقى وش الكراميل. معانا معلقه سكر بودره ومصفى زي ما عملنا في ام علي كده، ونغطي الوش بالسكر البودره. ده بقى اللي هيديها لون كراميل في الفرن، هيخلي شكلها حلو وطعمها كمان احلى. رشيت عليهم كلهم سكر بودره، هنشيل بس السكر الزياده كده اللي على حرف البوله. هجيب بقى صينيه واحطهم في الفرن تحت الشوايه. هنولع الشوايه بس خليكم منفكين لحد ما ياخدوا لون كراميل كده، ونشوفهم مع بعض ان شاء الله. المهلبيه خرجت من الفرن اهي بعد ما اخدت الوش الجميل ده، حطيناها تحت الشوايه بس يدوب السكر اتكرمل كده واخدت الوش الجميل. عايز اقول لكم ان الاطباق دي مش بايركس ولا حاجه، دي بولات عاديه جدا بس بتتحمل الحراره شويه، وممكن تحطيها في طواجن فخار عادي جدا. هنشوفها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبقه الكراميل لذيذه جدا ازاي؟ شايفين قوام المهلبيه؟ حاجه كده تحفه. يا رب تجربها وتعجبكم. والتحليه دي بتنفع للصيف وللشتاء، في الصيف بناكلها بارده وفي الشتاء بناكلها دافيه. عملت معاكم النهارده مهلبيه وش فرن ومن غير نشا، طعمها لذيذ جدا جدا. يا رب